جميعا. وأبدأ معك رامز من جنوب لبنان، حيث الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة لتقربنا من الصورة هناك. نعم محمد، وقبل البدء بهذه الرسالة أود أن أشير إلى أن في هذه الأثناء هناك تحليق على علو منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي في القطاع الشرقي، وكان منذ بعض الوقت كان هناك غارة من خلفي تماما هنا في منطقة أو مجرى بلدة بلاط، هذه البلدة التي تقع أيضا في قضاء مرج عيون. يمكن القول أن وتيرة هذه الغارات الإسرائيلية كانت على شكل متقطع في ساعات الليل وصولا إلى ساعات الفجر الأولى. أعنف هذه الغارات كانت الاستهداف بشكل مباشر للهيئة الصحية الإسلامية، ما أدى إلى وقوع 3 شهداء في بلدة حومين الفوقة. كذلك جرى استهداف أيضا طير دبة في قضاء صور، وأيضا منذ بعض الوقت كان هناك استهداف من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية لمنزل في بلدة الجميجمي، وهي هذه البلدة التي تقع في قضاء بنت جبيل على الحافة الأمامية. أيضا كانت تركزت في الساعات الماضية هذه الغارات الإسرائيلية على الحافة الأمامية، البعض قرأ في مؤشر على هذه على مؤشر في ظل التهديدات الإسرائيلية بعمليات برية محدودة أو اجتياح بري للبنان. أيضا كان هناك منذ ساعات الفجر الأولى تركز أو المدفعية الجيش الإسرائيلي تركز من قصفها على أطراف بلدة شبعة في أقصى القطاع الشرقي. أشير أيضا إن هذه الغارات الإسرائيلية وصلت أيضا صبيحة هذا اليوم إلى بلدة العين شرقي لبنان على بعد أكثر من 100 كيلومتر عن الحدود، واستهدفت هذه البلدة أيضا بغارة عنيفة لمبنى سكني بشكل مباشر، ما أدى إلى وقوع 6 شهداء حتى هذه اللحظة. ولا تزال فرق الإنقاذ وأيضا فرق الدفاع المدني تعمل في المكان بحثا عن ناجين أو أيضا مزيد من الضحايا الذين كانوا متواجدين في هذا المبنى. أشير أيضا إلى أنه منذ بعض الوقت أعلن حزب الله في بيان رسمي عن استهداف معسكر أوفيك في محيط طبرية. إذن هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة، هذه الجبهة تعيش على وقع ترقب كبير لهذا الاغتيال الذي حصل للأمين العام لحزب الله، هذا الاغتيال الذي اعتبرته الصحافة اللبنانية اليوم الحدث الأخطر في تاريخ لبنان وربما في المنطقة منذ سنوات عديدة.